سامحه بكتير. فرجه شوكت احمد شوكت من كبراء رجال الاعمال بتاع بترول السويس، طبعا غني عن التعريف، شركه كبيره مصالحها كتير. ما تعرفناش بحضرتك؟ تتعرف انا مين؟ انا ما اعرفش، انا بقول لك حضرتك لازم نتعرف، لازم نتشرف بحضرتك طبعا. جمال جمال عبد الغني صاحب شركات بتروجيت للبترول. بس الشركه دي يعني مش قد كده قوي. نعم مش قد كده. هات الكارت ده، انت ما تعرفش؟ مفيش كروت ولا مفيش. اوعى يا عم سيب الكارت معايا يا ابني. هات اللي انت عملته ده، انا ورايا رجال اكل الزلط. زلط مين يا دي؟ اوعى يا جدع عيلك، انت عبيط ولا ايه؟ انت بتكلم جمال بيه؟ مفيش رياضي يا عم، مفيش كلام. ايه